أصبحت بدلا منها نصيحة أصبحت فضيحة. فالجهل هو العنصر الرئيسي اللي بيكون سبب في زيادة التحرش. ومن هنا هاخد آخر كلام حضرتك واروح للأستاذة عبير، الجهل هو سبب التحرش، حضرتك شايفة كده؟ لا مش شايفة كده للأسف كده جدا. مع علما ان انا متفقة مع اغلب اللي قاله دكتور شريف ان التحرش مش بس باللمس، علما ان القانون المصري معرفه بشكل فعلي هو الدعوة بغرض جنسي او التعرض بغرض جنسي. الحقيقة ان زي ما قال ووفر عليا الاشارة او النظرة اللي فيها ايحاء غير محترم او دنيء، هو مهين وخدش للحياة للمرأة. فانا بنتي في سن مثلا مبكر ما حبش ان في حد يقول لها كلمة هي اصلا ما تعرفهاش او يبص لها بصة هي مش متوقعة لانها تبحث بالكلمة دي، لانها لسه ما اكتشفتش اصلا نفسها، لانها لسه بتتكون، لسه انوثتها بتتكون، فهي مش امرأة. فحتى هي تجهل فالامر ده بيخض وبيخوف، وانا شايفاه نوع يرقى الى مستوى الترهيب. بس عايزه اقول لحضرتك ان الامر ليه فيه خطوره، ليه التحرش مش جهل وهو ممارسه خطر جدا لازم كلنا نشارك في ردعها. اولا التحرش بامراه كلنا مشاركين فيه طبعا، من اول اللي اتحرش بيها لحد اللي شاف المراه وهي بيتم التحرش بيها وسكت، ولحد ما الموضوع اتصعد ومحدش تضامن مع البنت او قال هي كانت لابسه ايه، هي كانت بتعمل في ايه، هي كانت ماشيه في شارع ضلمه ليه، هي اتاخرت بره بيتها ليه. دول كلهم مشاركين في التحرش. انا حره. اه بالظبط كده، ما انا بقول لحضرتك كلنا هنشارك في التحرش اذا لم نرفض الفعل بشكل مجرد. الاول نرفضه بشكل مجرد. نادين الذكر، انا مش هقدر اقول عليه رجل للاسف الشديد طبعا. الذكر في ايا كان في عمر ايه، نادينا الذكر ونادينا امه ومنظومه التربيه او المنظومه اللي خرج منها، لان التحرش مش جهل. كنا زمان ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، والست ما بتعرفش تقرا وتكتب، بس كانت بتربي ابنها يعني ايه رجوله. عشان كده سالت حضرتك هل هو الجهل فعلا؟ لا، الجهل ملوش علاقه. قد نكون جميعا لا نقرا ونكتب، ولكن عندنا استناره، عندنا اصول، عندنا عرف، عندنا اخلاق، عندنا اخلاق متربيين. امي ممكن تكون جهله، ما مسكتش في يوم قلم، بس عارفه تقول لي ايه العيب وايه الحرام وايه اللي ما يصحش. هي عاداتنا وتقاليدنا. تخيلي حتى ان الاخلاق رغم ان الدين مؤصل ليها، لكن هي مش دين بس. يعني تخيلي ان الدين مش بس اخلاق، مش لازم راجل يكون عنده دين فيبقى عنده اخلاق. الاخلاق اقوى واعمق من اي شيء احنا ممكن نتعلمه، لانه هو التربيه الاولى من اول يوم في حضن الام. هي بتربيه اول ما يبدا يحبي، هي اللي بترسخ فيه يعني ايه رجوله، يعني ايه شهامه. فانا شايفه المشكله في التحرش ايه؟ ان هو صعب اثباته. ان احنا هل لديك شهود؟ بالظبط، هل لديك شهود على التحرش؟ بره في ماده في القانون اسمها نو مينز نو، خطيره الماده دي. يعني انا حضرت قبل كده محاكمه لاثنين اصحابهم، طبعا عندهم تقاليد وعادات احنا بنرفضها. اثنين اصحاب هي رفضت انها تطلع مع البيت رغم ان هي عامله علاقه معاه، فراح للقاضي بتقول ان هو سحبها بالعافيه ودخلها جوه في بيته رغم انها صاحبته وكل الناس عارفين انها صاحبته. القانون بيقول لك ايه؟ ان هو بيتحاكم. تخيلي ان هو ما ممسكش في البنت. طب انت صاحبتيه ليه؟ طب انت سمحتي لنفسك انت تخرجي معاه ليه؟ ممسكش. طب هل في شهود وانت داخل البيت؟ مفيش الكلام ده. هي قالت انا رافضه ان انا اعمل علاقه معاه، انا مصاحبه بس مش بعمل علاقه. ام فيرجن، انا مش عايزه ما ابقاش فيرجن، انا مش عايزه ما ابقاش عذراء. كم حاله تحرش لحد دلوقتي تم عقاب المتحرش؟ الحقيقه نسبه 90% يفلتونا من العقاب ويمكن اكتر، انا يعني مجامله شويه. يعني في 10% تقابل؟ بدايه من الناس اللي بتمسك التحرش. التحرش اول ما انا بشاور على الشخص بقول ده قام بالتحرش بيه، كم واحد بيتدخل يقول لي خلاص بقى حرام عليكي مستقبله، خلاص بقى، ما اصل معلش يعني انت لابسه بنطلون ضيق شويه، معلش يا استاذه ما انت كنت لو حطيتي حجاب كان الموضوع مشي. كام واحد يا استاذه؟ كام واحد يا استاذه ممكن يقول لك كده؟ طب انت ممكن لو قلتي اصل هو قال لي كذا، قال بس ما انا بس يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب ما انا اتهمت، اصل هو بيبص لي، اصل طول السن. يعني مثلا انا اسفه في عربيات الخاصه، انا مالي انا ادخل، انا ام وزوجه، انا ادخل في العربيه ليه راجل يبص لي ويعاكسني؟ ليه راجل يفتح معايا حوار غير محترم؟
انا مالي فعلا. هي انا بقولت السبب يعني انا شايفاها تخيلي حضرتك شايفها برضو. انا هقول لحضرتك تخيلي ان انا لو بلغت الشركه المنوطه بس بتوقفوا 3 ايام او بتعاقبوا عقاب اداري، علما ان ده المفروض يكون محضر ومفروض يكون في ادانه ويكون في حبس. هل كل المحاضر السبب بقى اداريه؟ دكتور ايوه السبب كل المحاضر دكتور شريف. الاسباب متعدده. اول حاجه الغزو الثقافي اللي ملوش علاقة خالص بينا. احنا بدأنا ناخد الثقافة الغربية من غير تدبر ولا تفكر، مش حتى على مقاسنا يعني لا على مقاسنا، وبناخد السيء ما بناخدناش كلها على بعضها. الحلو بناخد السيء. مثال بالثقافة الغربية ان هم بيحترموا المرأة وحريتها. لا هقول لحضرتك احنا بننتقي الشيء السيء ازاي، هم منفتحين وان هم لازم لابد ان هم يمارسوا على امور معينه وياخدوا حتى الالفاظ المدركه في دراما الافلام الاجنبيه، علما ان المجتمع الامريكي نفسه بيعتبر ان دول منحرفين. طب دكتور شريف